صباح الخير عليكم، كي دايرين نتوما؟ لاباس. قالت لك حبي لمن كيصلح عود القصد الهندي. عود القصد الهندي فيه عدة منافع، ولكن عود القصد الهندي فيه نوعان، فيه عود القصد الهندي أو عود القصد الهندي البحري. عود القصد الهندي شوفوا اللون ديالو قهوي، وعود القصد الهندي البحري بيض. فهمتوا؟ هذا عود القصد الهندي البحري بيض غير في اللون، وهنايا قهوي عود القصد الهندي، هما بحال بحال ولكن في عدة منافع. هنايا مطحون، لاحظوا دايرين هنا عود القصد الهندي البحري، لكن غالطين الشركة كل شيء في هذا، لأن قهوي باش يكتبوا عود القصد الهندي، لأنه هو اللي خرج اللون ديالو قهوي، كاتبين القصد الهندي البحري. البحري خاصه يخرج بيض، لكن شوفوا شوفوا الغلط اللي دايرينها. علاش قلت لكم راه ديما الاعشاب فيها الغلط؟ خاصه يخرج بيض اللون، ما خاصهش يخرج قهوه. درك هذا عود القصد الهندي قهوه، ودايرينه هنا معمرينه في هذا، غالطين. شوفوا كل شيء هاد الباكيات انا اللي شاريهم هو مزيان، ولكن غير الغلط اللي دايره الشركه خاصها تصلحوا، لان هذا عود القصد الهندي. لكن هنايا شوفوا القصد الهندي البحري خاصه يكون بيض، لكن كل شيء الشكاير شوفوا، غادي نحل لكم قدامكم باش تشوفوا الغلط فين كاين. يعني شد التليفون بجيه، شوفوا نخرج لكم الشكاره باش خاصه يخرج بيض. شوفوا خارج قهوه، هذا عود القصد الهندي. شفتوا الغلط؟ ها ها، شفتوا الغلط اللي دايرينه؟ دايرينه الحوانت ودايرين الشركات، خاصه يخرج بيض، يخرج بيض بحال هذا. فهمتوا؟ لكن هما مخرجين قهوه، هذا غلط، هذا عود القصد الهندي ماشي البحري. ولكن كلشي شوف كلشي، ها شوف البحري، هذا الهندي البحري، الهندي البحري، قصد الهندي البحري، قصد الهندي البحري، كل شيء قهوي. غادي ندور لك هذه الكاميرا. قالت لك الزوينه ديالي لمن كيصلح عود القصد الهندي. عود القصد الهندي فيه عده منافع، فيه منافع كثيره كيداوي شي مية داء. هو فيه نوعان، هذا القصد الهندي البحري، هو جذور كيجي من الكشمير ومن باكستان ومن الهند. هذا القصد الهندي قهوي، شوف، وهذا البحري بيض. شتو هذا بيض البحري، عندي غير هاد الشويه لان صيفطت عليه هذا عام، النهار الاول كان عندي بصح هذا عام وانا مصيفط عليه على الدراري باكستانيين. وهذا القصد الهندي قهوي والبحري بيض، غير باش تعاقلوا عليه. لكن هنايا دايرين غلط كبير، غلط كبير. شوفوا بالزكاير مبدلين غير اللون، شوفي هذه اللون غامقه وهذه اللون مفتوح، لكن كل شيء دايرين في القصد الهندي البحري، لكن خارج قهوه، قهوه يعني خارج هذا القصد الهندي. هو فيه عده منافع، منافع كثيره. اولا اذا كان يصيفط لك خدام السحر، يعني الماكول او المشموم، انا هاني نشربو على العام لان زوين الغده الدرقيه لصيتي. هاني داير هنايا عود القصد الهندي، وداير هنايا السداب، يعني السداب انا داير خضر لان زرعو هنايا. فهمتوا؟ بصح نتوما الا ما عندكوش ديروا يابس، هو كيتشرب بحال المراه اللي كيكون عندها مسكينه كل ما تحمل كيطيح لها، هذا كيكون السحر، وتربى عندها الجن العاشق اللي عاشق لها تما، وكيغير ما يخليهاش تحمل، هو اللي كيطيح لها. قلت لك كتقول لك غير تكيس المبايض وهذه لا حرب، انت عندك الجن ساكن في الكرش يخليك تتحملي تتفرحي ويطير لك ديك الفرحه. خاصك ديما طول حياتك عود القصد الهندي، عود ديري هنايا وديري السداب هنايا. اولا الجن العاشق والمس والجن المؤذي والشياطين وخدام السحر ماكل ولا بغى مشموم ما يدورش بك، ديما ديري. تاني كي اللي عندك سياتيك، انا هو اللي سلكني فاش راجوني دوك المجرمين تاع خواتاتي، هو اللي سلكني. الماء بارد عادي، الا كان عندك ديال الشتا مزيان، الا كان عندك ديال الابار مزيان،
الا كان عندك ثاني ديال كسميتها ديال الثلج ولا اللي مره غادي تجي تشدي، والا ما كانش عندك غير الماء عادي ما تحمقيش راسك فهمتي، غير اللي عندها. هو ثاني كاين الغده الدرقيه، ما كانش اللي يداويها لك غير هو، تبعي 6 اشهر ولا عام كتشديه تجيبيه مطحون. من الاحسن شريوه عيدان وخاص لهم مزيان، لانه هو جذور كيكونوا تحت الارض كيكونوا عامرين غبر. شوف ها هو عامر ترى، شوف ترى شتو ترى، هذا يقدر يدير الكوباكتيري. تغسلو تهرسوه بالمطيرقه، لاننا هرس لي الماكينه، تهرسوه بالمطيرقه لان قاصح، تهرسوه بالمطيرقه مزيان مزيان، عاد ديروه في الماكينه طحنوا، لاننا هرس لي الماكينه باش ما ديروش الغلط اللي درتو انا، وتطحنوا وتبقاي غير شويه ديريه في اللبن او لا في الحليب الصباح، واللي ما شربش اللبن ولا الكسمته ديروه في الماء تخلطوا زوين. ثاني كاين الدراري بزاف اللي تقول لك خاصني وصفه للدراسه، لا طلبه ولا دراري، انا بنتي ديما نديرها لها، كنشد شويه ديال عود القصد الهندي، وكنشد شويه ثاني كاين لوان الدكر، كنطحنهم وكنشد شويه من لهنا غير بالصبع ديالك هكا تهز، ندير ليها في الحليب لان هي كتشرب الحليب، قليل فيه كتشرب اللبن، كتموت على اللبن ولكن قليل فيه كتشرب، كندير لها في الحليب شويه وكندير لها شويه ديال لوان الذكر. هذا الذاكره بغا كبار ولا صغار كيرجع الذاكره والدراسه، يحفظ البنت ديالي انا مميزه تبارك الله في الدراسه فهمتوا، لان العمه ديالي هي اللي ورتني هذه الوصفه فهمتوا. هذه زوينه للدراسه دراري او لا طلبه او لا حتى الكبار اللي كيساو بزنهم كثره السحر وكسميتها. الغده الدرقيه تبعيها 6 اشهر ولا عام ما تبقاش تدور بك، ما نوع بطلي دوك الكنينه اللي كتاكليها. تاني كي كنبخرو به، كنبخرو به باش يبعد الشياطين على الدار، الجن العاشق، الجن المؤذي، الجن الطيار اللي ما كيشدو لا فقيه ولا راقي ولا يكذبوا عليك، ما كانش اللي يشد الجن الطائر والجن الغواص وجن البيض، ما كتعرفوش جن البيض، جن البيض هو اللي كيولد البيض في الكرش ديال المرأة باش ما تديرش، باش ما تحملش وما تولدش، وكيقولوا راه عقره راه مسحوره راه داير. كاين الجن من السحر، جن البيض كيولد لها البيض في الكرش ديالها، اول مره غادي تسمع كيولد لها البيض واخا تحمل وكسميتها كيطيحو دغيا فهمتي. هذاك ثاني كاين غير هذا، ثاني كاين كيصفي لنا الدم من داك السحر القديم والجديد، ثاني كاين كيعطينا قوه للبصر، للبشره، العظام ديالنا من ناكلو السحر كيرشاو، تبقاي بحال الا داز عليك كامي ديال علان وانت تقولي عندي غير صياتك ضربني البرد بومز والخباط وهذيك زمت، هذاك راه من السحر، السحر راه ماده سامه كياكلوها كل شيء كلينا السحر مني وطلع. بزاف اللي يلعبها ويقول لك هذا سحر، الاعشاب كتخدم الراس بدون قراءه، هذوك راهو غير مجرمين وكيشوهوا القران فهمتي، كيشوهوا القران دوك الرقاد ودوك المشعوذين المشعوذين، الاعشاب كتخدم الراس لان لا قريتي على هذا الرقيه الشرعيه، قريتي عليه القران ومشيتي حركتي، ربي يحركك دنيا واخره، ديما عندك العكوسات المشاكل كاع لو كانت تمشي فين تمشي فهمتي. ثاني كاين يقول لك ديريه في الماء وقري عليه الرقيه الشرعيه وشربيه، يدير لك اسهال وتمشي تبولي في الطواليت، يعني تبقى حياتك بحال الحمام يعني بحال الطواليت، ربي يبين عليك دنيا واخره. اسمعوا لي على الله، لكن يقول لك ثاني كنديريه في الماء وقري عليه الرقيه وسيري دوجي به، يمشي للقواداس الواد الحار، تبقى حياتك بحال الواد الحار، ولادك ما يحملوك وانت ما عندك كلمتك حاره قدام الجيران قدام العائله، الاعشاب كتخدم الراسه. هذوك الرقاد ودوك السحارين ودوك السحارات عندهم الجن المؤذي، عندهم الجن المؤذي الكذاب الشياطين، عنده كسمته مزوج بهم، مزوج بهم، كيمارسوا قدام القرآن، كيضغطوا على القرآن، كيوسخوا حشاك القرآن. أنا شت خدمت مع رقات، خدمت مع رقات وشت أنا بنت خالتي واش كدير، تحكم في الجن، ولكن شت أنا حشاكو رمات القرآن في الطواليت، رمات القرآن الكريم في الطواليت، كتحكم في الجن وكسميتها وكسميتها، كيشرط عليهم. كاع هادوك اللي كيخدموا بالجن وكيذبوا عليك ويقولوا لك ديري الملح وقري عليها ديري الماء وقري عليها، كلشي مزوجين وما كينعسوش، كيقول لها اغتصب هاد المراه يغتصب هاد المراه، اغتصب هاد الراجل اغتصب هاد الراجل. بزاف مساكين راه عندي الدريات، انا دخلت عندي وحده
حملت مراقي دالها 25 مليون وحملت مراقي. قال لي راه قال لي الجن خاصني نمارس معها. هي راه شاهد الا كتبت عليها والله ربي ما يسمح ليش. علاش انا القران محترمه كنحترم القران وما كنجبدوش لان كنحافظو وديما كنقراه وديما سوره البقره كنطلقها ليه كاملا. ديما الدار ديالي كنديرها لان انا ساكن في الفلاحه وهاد الاراضي كانت فيها حروب كانت فيها حروب ربما تكون بنادم ميت من هنا ولا هذا سنين وكسميته ديما طلق القران لان اللي يكون في الخلا ديما خاصه يكون ساكن في على برا خاصه ديما القران يدير في الدار. انا ما كنحيدوش لا في الطوموبيل ولا في كسميته. لكن خرجت لكم على الموضوع هو فيه عده منافع. الى عندك بو مزوي عندك سيادتك عندك الخبر القرون العصامي تقبل القرعه ديالك تشربي في كسميته. انتوما ديما كتاكلوا زيت الزيتون في الصباح كل دار العاده المغربيه او كل الدول العربيه ديما كتخدموا بزيت الزيتون كتاكلوا في الصباح. لكن كديروه بوحده غادي تشدي عود ديال عود القصر الهندي تغسليه مزيان ديريه في هاد القرعه ريحه تاع زينب بعدا ديري في هاد القرعه وتبقاي يغمس ولادك ياكلوا وياكلوا ياكلوا هذاك الزيت ويسرح له كان البكتيريا اللي عنده يخويها له. عود القصر الهندي ديري ثاني كيما تكوني طيبي ديريه تم. انا كنطيب به كنشدو ونطحنو واخا هادو اللي كنديرهم ما كنديرش بهم كنشدو عود ونطحنو وكنطيب به ديرها في واحد القرعه وكنرش به ونطيب به تما. اللي عنده السكر اللي عنده السرطان اللي ديما عنده الوسواس الوسواس هو اللي كيداوي الوسواس راه فيه عده منافع لكن انتوما سامحين فيه فيه عده منافع. هذا هو عود القصر الهندي هذا البحري وهذا عود القصر الهندي قهوة وهذا البحري ابيض فيه عدة منافع. الشياطين بعد تاني كتبخرو به تاني كنديرو مع القبول ديما كديرو مع القبول كنبخرو به بعد علينا العين التابع الحسد المشاكل الصداع راه فيه عدة منافع. كنبغيكم نموت عليكم وراني طولت عليكم في الفيديو وتقولوا ابراهيم شحال يهضر بزاف كنبغيكم نموت عليكم ولكن فيه 100 داء كيداويها 100 داء تاني كي الا كان عندك اوجاع الراس ديما شدي شويه ديال عود القصر الهندي مع علقه ديال السانوش دير واحد الفوطه فوق الراس ديالك وخليه وزيد عليه الكوزه الكوزه ما يبقاش يضربك وجع الراس. كنبغيكم نموت عليكم وسلام عليكم.